مساء الخير وكل عام بخير، وان شاء الله دائما تظل بخير. حلقه جديده من برنامج قدها وتحديات ممتعه كل يوم مع الناس بالسوق. خلينا نشوف اليوم قديش الناس علاقتهم قويه بامهاتهم. هل بيحتفظوا بذكريات من الام؟ هل ممكن انهم يكونوا محتفظين مثلا بصوره او مسيفين رقمها على التليفون بشكل مختلف عن الناس العاديين؟ تحدياتنا قدها. ركزوا معنا ولا لا تبعدوا لا تسرحوا قدها دوم النشامة قدها والناس هذه ناسنا واحنا اللي نوقف حدها. نشوف قديش بيعرفوكي بناتك، ناس تحداكي انتي. هلا رح نسألهم أسئلة اوكي ونشوف الإجابات، انتي تعطينا الإجابات صح أو خطأ بس بدون مغاوزة. خلص. واحد منهم رح يطلع خسران، إذا تنتين بيطلع ربحانين بيمشي الموضوع اوكي؟ طيب الأسئلة مكتوبة على اللوح، رح أعطي اللوح لكل حدا. زينة قديش بتعرفي ماما أنت؟ إنه عارفها يعني بتعرفي أشياء عنها؟ أكيد. يعني مثلا لو قالت لك جيبي لي شوكولاتة بتعرفي تجيبي لها شوكولاتة؟ أكيد. طيب ممتاز، رح نعطيكم لوحين أوكي تمام؟ ورح تجاوبوني على الأسئلة الموجودة، الأسئلة تتعلق بماما تمام أوكي؟ أنت بدك تجاوبي الأسئلة عن ماما وهي رح تجاوب عن حالها تمام، شوف قديش بتعرفيها. طيب يا استاذ باجس، انت حكيت لي انه عمار ابني. هو الوحيد. نعم. طبيب ايش حضرتك؟ انا مش طبيب. دكتور ايش؟ هندسه كهرباء. دكتور هندسه كهرباء. نعم. حياك الله. باي جامعه؟ والله لسه ما اشتغلت. برضه مش بجامعه. لسه ما تعينت. انت بما انك وحيد معناته انت بتعرف الحجه تمام المعرفه. يعني وحيد ويعني يا زلمه، يعني لو قالت لك الحجه روح جيب لي شوكولاته بتعرف؟ نعم. لو قالت لك جيب لي حلو؟ طبعا بعرف شو بتحب. لو بدك تجيب لها هيك شغله لبسه بتعرف مثلا اللون بتحبه؟ يعني طيب انا بدي اختبرك كانه هيك. خلص اوكي. تذكري اكثر فواكه بتكرهها؟ والله يعني ما بعرف، بس شوكولاته بعرف. يلا اسمع، اذا بدك بدي لك سؤال الفواكه. مكسرات. أكثر لون بتحبيه؟ الأنا؟ بس ما تحكي، اكتبي كتابة. طيب يلا. اوكي. يلا طيب. هلا وقفوا جنب الماما، حطوا اللوحة على الكاميرا. أيوه. أول إشي عيد ميلاد الماما. 17/9/17/9 مظبوط؟ مظبوط. أكثر نوع شوكولاتة بتحبيها؟ كيت كات. كيت كات. كت كات كت كات مظبوط. طيب اكثر فواكه بتكرهيها؟ والله ما بكره ولا فاكهه ولا نوع ولا نوع ولا نوع صراحه. انا الفواكه مفضله عندي. كل الفواكه هي حطيت لك وتحب تحط كل الفواكه. مشمش؟ لا مشمش. كيف انت والمشمش؟ لا بحبه. بس هي عم بتدور شكلها. طيب نشوف قديش انت بتعرفيهم. شو رايك تاخذي الجواب او سؤال اسئله؟ حط الاجوبه على الكاميرا. على الكاميرا. الاجوبه على الكاميرا. ايوه. طيب اكثر لون بتحبيه؟ الاحمر. احمر احمر. طيب يا رب. اكثر شوكولاته بتحبها؟ سنيكرز. اجابتها. الفواكه اللي بتكرهها انا ما عرفتها فحطيت الفراوله. في حد بتكره الفراوله؟ انه خلص مش عارفه انا قرات على فكره اللي بحبها كتبت التفاح. قرات اللي بحبها. والله شو بتكرهي؟ المانجا. لا المانجا بحبها. ايش فراوله؟ مش كثير في الفراوله والله. بعطيكم سؤال بونص. طيب يلا سؤال بونص تمام. انا راح احكي وانت راح تكتب الاجابه. شوكولاته بالمكسرات مع زبيب. اها عاده هي سلكتف الحجه. هي الكادبري بس. واكثر لون فيروزي. فيروزي كثير الوان بتحب. ايش هو الفيروزي؟ هو القريب من الاخضر. فيروزي. طيب فواكه والله ما بعرف. طب اسمع مش فواكه، هي بدل كلمه فواكه. اكتب اكثر حلويات بتكره. اوه حلويات. تحبهم كلهم؟ والله بتحب كثير حلويات. انا ما شفت. لا بتكرهها بحكي لك. بتكرهها. كل الحلويات بتحب. احنا كلنا بنحب الحلويات. يعني طب اكثر حلويات بتحبها؟ الكنافه. بتحبها كنافه ناعمه ولا خشنه؟ خشنه. حجي تعالوا هون، خلينا نحط اللوحه عندي 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 عندي. ايوه
طيب هلا نحكي عندنا زين وعندنا بانا. نبدا بزين. زين 15/8 15/8 شايفين ماما بتعرف. طيب اكثر شوكولاته بتحبها زين؟ فليك. اوه فليك والله والله جابتها بالاخير فليك. طيب اكثر فواكه بتكرهها؟ الموز. هي حكت انه بتحب كل شيء. لا انا بتشربه بالكوكتيل يعني فانا طيب ماشي ماشي. نشوف بانا. الشمام. بانا بانا بتكره الشمام. بتكره الشم. اه والله جابتها. طيب الشوكولاته اللي بتحبها؟ دارك. دارك حتى بالانجليزي كتبتها زيها. طيب تاريخ ميلادها؟ 7/9 اكيد لازم تعرفين. اه طبعا. 7/9 رح نعطيكم جائزتين. الجائزتين تنتين لماما تمام. واحدة بقيمة 50 دينار واحدة بقيمة 25 دينار. اوكي والتنتين بهموا ماما. مين اسنانهم مش مناح؟ لا بيعتنوا بسنانهم. كلهم بيعتنوا بسنانهم. طيب تعمل تشيك اب على اسنانكم اللي بده يعني بقيمة 50 دينار من عند الدكتور بركات الجعبري تمام. وبجيبوا مخدات طبية لماما بقيمة 25 دينار من عند انه من مثال المفروشات. انت اي لون اكثر لون بتحبي شو هو؟ ولا احنا مسابقة عشان تعرف. لون 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 اللي بتحبيه انت. الوان في الوان مثلا الاواعي شو هو؟ لا لا بس في مسابقة هان على التلفزيون. يلا احكي لي بالله. الفيروزي. الفيروزي قال. طيب احنا مسابقين. واكثر شوكولاتة بتحبيها؟ اه اوكي مزبوط مكسرات. مكسرات. اه واني كنافة بتحبي؟ لا انا عارف والله. اكثر حلويات بتحبيها ايش؟ اه 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 بدهم يعطونا سطل حلويات الكنافة. ها كنافة شو؟ خشنة ها؟ اوكي خلاص ولا يهمك. يلا يلا مع السلامة. تعرف شو بتقول لي؟ تقول لي اوعى تشتريها ناعمة. والله العظيم بتفكر بتقول لي انت رايح تشتري حلويات هسه. رح نربحكم كوبون تسوق من كريم هايبر ماركت بقيمة 10 دنانير لأنه الإجابات صحيحة. وهيك بدنا اياك تنعالج دكتور. ايش أكثر بلد بتحب تسافري عليه؟ اكتبي. طيب شوف الإجابة على الكاميرا. الله السعودية. السعودية هي كتبت فلسطين أول. اه بس تذكرت إنه هي أصلاً معرفة الكونجا. والله نفسها تروح عمرة. آه إن شاء الله تروح عمرة. وإحنا رح نربحكم جائزة كوبون تسوق من كريم هايبر ماركت بقيمة 10 دنانير بس لأنكم شاركتوا معنا وهيك وكانت روحكم حلوة يعني. هي شوية أغراض بيطلعوا فري بس كل الأغراض اللي عليك تجيبيها فراولة. جدها الأردني جدها جدها الأردني جدها رمضان معنا بتفرحوا. بدي أسألك معك صورة الوالدة؟ معي صورة الوالدة على التليفون. بالمحفظة؟ بالمحفظة لا ولا بالمحفظة لا. دور دور معلم معك صورة الحجة؟ صورة الوالدة؟ لا والله. والله ما معك إياها ولا على التليفون؟ لا على التليفون. صورة الوالدة؟ لا والله ما في. ولا بالتليفون؟ ولا بالتليفون أبدا؟ أبدا. طب ليه؟ خلص ما شو السبب؟ السبب اني ما بعرض صور يعني شخصيه. لا انت لك يعني محتفظ فيها. والله صور شخصيه على التلفون خاصه بالذات يعني التلفون ممكن يضيع ممكن هيك حاطها بالمحفظه كذا. لا لا احنا قاعدين نتحدى الناس اذا معك صوره امك تربح معنا جائزه. والله لا بالدوام لسه. بالدوام معكش محفظه؟ يعني معك لا. مصاري بس معكش صوره الحجه. هو المصاري اهم شيء يا راجل. حبيبي الوالده. طب سيدي احنا قاعدين نتحدى الناس اللي معه صوره والدته اها بالمحفظه بيربح جائزه. طيب اللي معه صوره مرته؟ صورة مرتي هيها ربحي. سبحان الله حاط صورة مرتي بس. طب هي معك ايش؟ الله يخليكم لبعض. تمويه سيدي هذا تمويه. سيدي معك صورة الوالدة بالمحفظة؟ لا رحمة الله عليها الله يرحمها. مش محتفظ بالصورة اللي بالمحفظة؟ لا لا. معك صورة الحجة بالمحفظة؟ لا والله. احنا قاعدين نتحدى الناس انه يكون معهم صورة امهم بالمحفظة. معك اياها؟ والله امي متوفية بس ما الله يرحمها. بس بس ما معك صورتها؟ يا الله. معك صورة الحجة على صورة امي بالمحفظة؟ اه لا محفظة لا. احنا بدنا اياها صورة حية هيك. ما ايش محفظة اصلا؟ والله؟ لا والله مش محفظة. محافظ الشعب الوردي بطل يحفظ يعمل محفظة. ايش محفظة؟ شو مسيفة على التليفون؟ امي جنة. امي جنة؟ نشوف والله كيف
أنا جنة. لو إنك حاط قلب حب كهربا يلا مش مشكلة. إيش بسيفيتها؟ النجم. أوكي. بس هيك بدون أي إيموجيز ولا إشي؟ لا مع وردة. والله نشوفها. إحنا قاعدين مندور على واحد حاط جنب صورة أمه وردة. أو قلب حب. وردة بتنفع يا شباب مخرج. والله راح نربحهم. خلاص راح نربحكم. قبول علاجات سنية من الدكتور بركات الجابري. شو مسجل على التليفون؟ الحجة. 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 بس. آه. طب شو مسجل مرتك على التليفون؟ مرتي اسمين اسمها. آه بس. اسمها. آه. أنت مش عاطفي أبداً يا زلمة. لا لا والله. حن علي رجل. الله يطول. حبيبي. الله. والله يروح أبقب. سيدي بنربحك كوبون علاجات سنية من عند الدكتور بركات الجابري بقيمة 50 دينار لك أو لوالدك أو لأي حد تحبه. شو مسميها على التليفون؟ أمي. بدون قلوب حب؟ لا مع قلب حب. والله؟ والله إذا مع قلب حب لا ربحك. فرجي بالله على الكاميرا. والله نقدها. مبين الرقم ما كان. لا عادي يا زلمة خفوه شباب شيل الرقم. الله يسر الشباب يرنوا على الحجة. انت كبير ولا شو؟ كبير. الله يخليك يا رب الحجة وتخلي لك الحجة. راح تربح معنا كوبون بقيمة 25 دينار من النوم المثالي للمفروشات. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. تحديات كثير ممتعة حول الأم. أكيد حب الأم مش بس إنك تحط صورة بالمحفظة أو إنك تعرف كثير أشياء عنها دائما، لكن حب الأم مزروع جوانا. الله يخليكم أمهاتكم والله يخليك يا أمة. سلام. قدها